لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وبين قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وبين قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا كفارة. وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية: وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة هنا، وهي قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع. بمعنى: إذا أعطى العهد بالله وإذا أكده باليمين فهذا لا يجوز أن يكفر بكفارة يمين ما لم ينقضه الطرف الآخر. فطالما دخل في العهود وجب الوفاء بالعهود. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهنا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال: ولهذا قال مجاهد: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم. يعني لأن في الإسلام قد أغنانا الله عن التحالفات، لأن كل منا مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولأن كل منا مأمور بالتعاون على البر والتقوى. فالمسلمون كلهم حلف واحد، يد واحدة، فلا يحتاج إلى تحالف جديد. وإذا ترك الناس ما أمرهم الله به فاجتمعت الطائفة وتحالفت على إقامة أمر الله عز وجل، فهذا ليس ممنوعا، لأنه من التعاون على البر والتقوى. سمي حلفا لأنهم كانوا يحلفون على الوفاء به ويتحالفون على أن لا ينقضوه. قال ابن كثير: ومعناه أن الإسلام
لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه، وواجب على جميع المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى. قال: أما ما ورد في الصحيحين عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه أنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فمعناه أنه آخى بينهم، فكانوا يتوارثون به حتى نسخ الله ذلك. نسخ ذلك بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أما الأخوة فبقيت، أخوة الإسلام بقيت، والأخوة الخاصة بينهم يتعاهد بعضهم بعضا، ويسأل بعضهم عن بعض، وينصح بعضهم بعضا نصحا مؤكدا، ويتزاورون، فهذا لم ينقض. وروى ابن جرير عن مزيدة في قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، قال: نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم: كان من أسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. هذه البيعة التي بايعتم على الإسلام، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. البيعة لا يحملنكم قلة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام. لا شك أن البيعة على الإسلام أعظم البيعات وأوجبها وفاء، وإن كانت الآية نزلت في ذلك، إلا أن باقي العهود التي يغلظها الإنسان بالله، كأن يقول: أعطيتك عهد الله، أو يقول: عاهدتك بالله، أو أقسمت بالله أن أفي بهذا العقد، فهذه المؤكدة داخلة في عموم: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وروى الإمام أحمد عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد، ثم قال: أما بعد، فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان. وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله، أن يبايع رجل رجلا على بيعة الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يسفرن أحد منكم ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر، فيكون صيلم بيني وبينه، صلم قطع، صيلم بيني وبينه يعني قاطع ما بيني وبينه نهائيا. إن أحد يسرف في هذا الأمر، يعني في أمر خلع يزيد، وقد صدق ابن عمر رضي الله عنه، فإنهم بعد خلع يزيد في المدينة، واجتمع عليهم جيش يزيد، وهم أوزاع متفرقون، وقوتهم لا ترقى لسدس قوة جيش يزيد المنظم، وأمرهم يزيد أن يستبيحوا المدينة إذا أبوا أن يرجعوا إلى البيعة، فوقعت الحرة التي قتل فيها من الصحابة والتابعين من قتل، واستبيحت المدينة استباحة كاملة في الأموال والأعراض،
والعياذ بالله. وأهين كثير من الصحابة رضي الله عنهم بهؤلاء الأوغاد من جيش يزيد، وكان السبب هو خلع البيعة، هو نكث البيعة. وابن عمر رضي الله عنه أبى ذلك ورفض أن ينقض هو أو أحد من أهل بيته بيعة يزيد، حفاظا على منع سفك الدماء. فكان رأيه هو الصواب، وكذا كان رأي النعمان ابن بشير رضي الله عنه، وكان هذا رأي ابن عباس، خصوصا أنه كان للقوم أميران. فقال ابن عباس لما سمع ذلك: قتل القوم ورب الكعبة. وروى الإمام أحمد، قال ابن كثير روى الإمام أحمد، وابن كثير يقول المرفوع من حديث ابن عمر في الصحيحين اللي هو إن الغادر ينصب له لواء، ده حديث متفق على صحته. قال وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرط لأخيه شيئا لا يريد أن يفي له به فهو كالمدلي جاره إلى غير منعه، الذي يقود جاره أو قريبه يعني أو نحو ذلك إلى غير منع، إلى مكان لا منعة له فيه سيهلك ويقتل، لأن هذه صفة قبيحة جدا، أن تنزل جارك مكانا يهلك فيه، أعداؤه يتسلطون عليه. فليس من الإنصاف ولا من الأمانة أن تفعل ذلك. فكل شرط شرطه لأخيه لا يريد أن ينفي به فهو كذلك، إلا أن يكون شرطا باطلا ليس في كتاب الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشترطي لهم الولاء، أي لأرباب بريرة، لأنهم كانوا يريدون إعتاقها وهي على ملكهم، ليكون الولاء لهم. وعائشة رضي الله عنها هي المستحقة للولاء، لأن الثمن إذا سددته هي فالولاء لها، لأنها هي التي اعتقتها. فاشترطوا أن تعتقها بشرط أن يكون لهم الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. الذي يشترط شرطا باطلا فجاراه صاحبه وهو باطل في كتاب الله لا يجب الوفاء به، بل ولا يجوز الوفاء بالشرط الباطل. إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.